الاسم ديالي صديق عبد الله الملقب ازنزار. كما بحال المغاربه كاملين عزيز عليا الكره وهذه، وكنشجع المنتخب وحسين تكادير، وحالي ماشي تقريبا هذه شي عام 3 سنين، العام الثالث هذا فاش خدام في واحد البروجي ديال انني نطلع لهذا المناطق الجبليه والنائيه على قد المستطاع، انني نشجع دوك الاطفال اللي الصغار، نشجع الاطفال باش يلعبوا كره القدم والقراءه، يعني كما كيقولوا الا ما جاتش بالقلم جيب القدم. وهذا العام الثالث فاش خدام في هذا البروجي، مشيت لمرزوقه ورزازاس تيسين طاطا تيزنيت، وهذا العام خدام نواحي ديال تفراوت، ودرت بزاف ديال الدواور، كنسق مع جمعيات، وبعد الطرد كتلقى حاجه صدفه هذيك كتكون احسن، كتلقى حيت يعني وقعت لي شحال من خطره كنلقى دراري كيلعبوا بدوزه وهذه، وكتحط لهم كره يعني كتفرحهم كما حنايا فاش كنا صغار وهذا. والبروجي ديالي سميتو كاتخيل فوت كما كتشوفوا، ونحاول نطور هذا قد المستطاع، يعني هذا البروجي هذا باش نحاول نشجع اكثر عدد ممكن ديال الاطفال ديال العالم القروي، حيت التنايا من يعني تتفال الباديه، هذا هو الهدف ديال البروجي، وكنتمنى كاع الناس يديروا بحال هذا الشكل ديال البادرات، يشجعوا الاطفال كل واحد بطريقته، ولا بهذه الطريقه نيت ما حتى هي مزيانه، يعني الدراسه ولعب كره القدم وتنمية. شكرا.